الحزم والدفاع العالي ومشاكله مع كومنز من أول قدوم كومنز وشاهد الحزم بهذا الشكل. شوف مع كومنز تغير الفكر عند الحزم، واضح أنه الفكر اللي عند كومنز أنه يبدأ يطلع الفريق على وسط الملعب أو الثلث المتقدم شوي، وهذا اللي يعطي مساحات دائما لو نشوفها مساحات كبيرة وبينه وبين الحارس فأعتقد لو استغلها البكرة الاتفاق على المساحات هذه وبطء الدفاع اللي موجود في الحزم راح يعاني الحزم. أنت لما يأخذ 30 متر تقريبا في المساحات الخلفية يعاني. فكومنز من المدربين اللي يحب يطلع ودفاع متقدم، لكن لما تطلع دفاع متقدم هل أنت عندك الحارس الجيد اللي يطلع يغطي المساحات؟ هل عندك المدافعين السراع؟ احنا نشوف هذه الحالات تكررت في المباريات الاخيره، فممكن يعاني لو استغلها خاصه في وجود الكويكبي. بكره يلعب كذا مع تسليتي مع كويكبي بينضرب كذا. انت تابعت الحزم ولا تتابع؟ انا تابعت جميع مباريات الحزم. لن يغير اسلوبه كومنز بكره مع الكويكبي مع تسليتي مع كويسون بينضرب كذا ليدخ. شوف ممكن ولا وحارس، اشوف الكوره ترى المدافعين متقدمين وحارس قاعد جوا الباب حتى ما طلع السته. طيب هذا اسلوبه يعني بينضرب كذا، مدافعيك بطيئين واللعيبه اللي قدامك اسرع واذكى. طيب هو مجبر الرجل يقول لك اكون او لا اكون، ترى حسب المعلومه اللي عندي يقول مبلغ اللاعبين في امل للبقاء، بلعب في الضغط العالي، بضغط المنافس، بحرج المنافس، ابو الوليد ما عنده شيء يخسر. بس الحين هو قاعد يضغط الكره في نص ملعب الاتفاق مثلا يضغط هناك، لما تضغط دائما على الطرف هنا ولا هنا ككتله واحده. كابتن شفتها امام الاتحاد لعب نفس الاسلوب، والمباراه الاخيره امام الفيحة لعب بنفس الاسلوب، لن يغير اسلوبه.